ازيكم عاملين ايه؟ ده الفيديو رقم 3 والنهارده تالت يوم في التشالنج ال 15 يوم. لو مش عارفين ايه هي التشالنج دي روحوا شوفوا فيديو المسابقه اللي بتكلم فيه عن اننا هنعمل فيديوهات كل يوم لمده 15 يوم، وهتكلم عن حاجات كتير قوي غيرتها فيا وما غيرتهاش وعملتها وما عملتهاش لحد راس السنه، عشان لو في حاجه صغيره قد كده تفيدكم يا رب اكون اثرت في حياتكم سواء بحاجة إيجابية أو حاجة جميلة يعني. فتابعوا اليوتيوب واعملوا سبسكرايب على قناتي على اليوتيوب، وما تنسوش تشغلوا الجرس عشان أول ما نزل الفيديو يجيلكوا على طول وتبقوا متابعين معي. برضو هتكلم عن أكتر ميكب بعمله في الفيديوهات. يعني أنا لما باجي أعمل فيديوهات بحط ميكب معين معظم الوقت، تمام؟ ساعات بغير بس هو ده الاكتر ميكب بعمله. فقررت النهارده ان انا هعمل لكم توتوريال عن الميكب ده وبحط ايه وما بحطش ايه. احب اقول لكم ان دايما البساطه هي احلى حاجه، واحب اقول لكم ان العشوائيه هي احلى حاجه، ومش كل حاجه لازم تبقى مظبوطه على المسطره. فبليز كيپ واتشينج. اول حاجه ده فاونديشن كاترس، انا اصلا اوريدي حاطه بيبي كريم عشان كده شكلي باهت. كاترس ده انا بحطه على البيبي كريم فبيدي ضي كده حلو، هو موف مش حلو لكل البشرات ومش ثابت كتير، فلو بشرتك فيها عيوب كتير وهتقضي يوم طويل مش بنصحك يعني ان انت تجيبيه. كده رسم الحواجب كله متوقف على الفرشه اللي انت بتعملي بيها. كل ما توقفي شعر حواجبك وتخلي الموضوع يكون شكله طبيعي بتكون احلى بكتير. والفكره ان انت بس تحطي كده لون خفيف قوي قريب من لون شعرك ما بين الفراغات، بحيث ان انت تبقي في النهايه شكلك طبيعي. ودي الطريقه اللي انا بعمل بيها حواجبي، يعني انا بعملها على خفيف من بعيد جدا. دي اكتر باليت بستخدمها ميكسولوجي، دي من البراندات الهاي اند، هي غاليه شويه ممكن تلاقوها في رامفا، بس هي حلوه جدا بصراحه. وهستخدم في اللوك ده فرشه واحده بس طول اللوك، يعني عشان اوريكم انك مش محتاجه 100,000 فرشه. هبدا بلون بيج فاتح، بس ده لون بيج بيدي على بينك شويه، لما تجيبوا الباليت هتلاقوها موجوده. انا بحب احط بطريقه الاتراك، هي بتبقى طريقه عشوائيه شويه. بعد كده هحط لون بيج فاتح بقى، ده هحطه فوق بس ينور كده من تحت الحاجب. مش بحب احط كونسيلر وحاجات كتير كده فوق عيني بتضايق. بعد كده في اللون ده، اللون ده قريب كده من زي البينك، يعني هو لون طبيعي، بحطه على عظمة العين. بعد كده بغمق شوية من على طرف العين، وده اللون المفضل بالنسبة لي أصلاً في الباليت دي. تحت العين بضحك الضحكة السمجة دي علشان تبنك الحتة اللي المفروض تحطي فيها الداي، عشان ما تنزليش أو يعني ما تبقيش نازلة عن طبيعي. بعد كده بحط فوق لون ذهبي جوه العين، بحطه كمان تحت الحاجب. المنظر ده الميك اب الحاجه الوحيده اللي بيوحشك عشان يحليكي بعد كده. كده الايلاينر، الايلاينر بتظبطيه ازاي؟ انك تتوكلي على الله وتسيبيها على الله. انا ما بقعدش اصحح واعدل، طالما في اختلاف مش باين خلاص على فكره مش لازم نحسوك، يعني احنا ما احناش ميك اب ارتست. ونصيحه انه مش المفروض تشدي جفنك، بس انا عشان خسيت فجاه فبقى بضطر ان انا اشد جفني شويه. بعد كده ده كونسيلر بورجوا، وما بنصحش بيه لو انت عندك هالات شديده، لان هو بيبين بيبرز اكتر لو عينك مرهقه زي ما هو عمل معايا، فالاحسن انك ما تستخدميهوش. هاتي بداله رمال او استخدمي قبله كوركتور وبعدين استخدميه في الاخر، لانه بيبرز حاجات اصلا حتى ممكن تكون مش موجوده في الحقيقه. بعد كده دي ماسكارا، الماسكارا دي من الصين جايلي هديه، لكن حلوه جدا طبعا، بس ممكن بديل عنها بورجوا تويست. طبعا انا عايزه اقول لكم انا عملت كونتور، عملت كل حاجه والكاميرا فصلت، فاضطريت حطيت فاونديشن وبعيد. انا بعمل كونتورينج بالبينك، بالبينكات. اول حاجه دي درجه بينك مش فاكره اسمها، هحاول اكتب لكم اسمها في اول كومنت، وبحبها جدا، دي غامقه شويه.
بعد كده بجيب بورجوا. بورجوا الدرجة دي أفتح وخفيفة خالص، فبحط خفيف كده بس على يعني على خدودي. بعد كده الهايلايتر تسألوني عليه دايما، ده بتاع جولدن روز، ده ستيك كريمي شوية، وده لو انتي بشرتك جافة ما تحكيش بيه. كده بحط عليه إلف. إلف ده من أحلى هايلايتر حبيته، وسعره مناسب مش غالي أوفر. اخيرا بمسح شفايفي من مكان الفاونديشن، تبقي حاطه اوريدي مرطب. بحب انا درجات الهاديه، البينكات الهاديه، الدرجه دي بعشقها، جايباها من ديبورا على ما انا فاكره اسمها، برضو دي براند ايطاليه وسعره مش غالي خالص، تقريبا كان ب 160 170 بس كان عليه اوفر. انا بصراحه مش عارفه في الاصل يعني سعره ايه، بس الدرجه دي بحبها قوي. بس ده اللوك اللي انا بعمله، عايزه اقول لكم الاضاءه بس مش مبينه قوي. عاوزه تدي لوك مشفايفك تكون اكبر شويه، بتحطي على الحتت اللي جوه دي ليب جلوس يكون يعني تقيل كده زي ده، يا اما بينك يا اما بتجيبيه ملوش لون، عارفينه اللي هو بيكون شفاف. بس هو ده اللوك، يا رب يكون عجبكم. وبحب دايما اغني وانا بتمكيج، وده اللي بيخليني اتاخر كتير. بس ده كان اللوك بتاع نار. بس ده كان فيديو الميك اب اللي انا بحطه معظم الوقت، وازاي بكون عندي هايلايتر والحاجات دي كلها اللي بتسالوني عليها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اعملوا لي سبسكرايب واعملوا شير للفيديو، وما تنسوش تستنوا فيديو بكره هينزل زي النهارده كده، وباي باي.